مكاوي لازم اكون متحيز للمكاويه. انك بتتكلم معاه هيروغليفي. تحيه للدكتور رشاد فقيه. صحبه أجمعين، مبسوط جدا بالحضور الجميل اللي موجود معانا من الإخوة والأخوات. محاضرتنا اليوم بعنوان المسارات الثلاث للنجاح المهني، ومجهزين برزنتيشن بسيط حيظهر أمامنا على الشاشة الآن. فثلاث مسارات للنجاح المهني، إيش ما هو المقصود بثلاث مسارات للنجاح المهني؟ أنا أسألكم سؤال، كم واحد منكم صاحب بزنس، صاحب شركة؟ ارفع إيده اللي صاحب شركة. حلو، معانا مجموعة تقريبا نسبة كويسة، كمان سيدات الأعمال ما شاء الله كمان نسبة كبيرة. مين منكم موظف؟ حلو، البداية الموظفين، دحين الموظفين. طب مين له موظف ولا هو موظف؟ ارفع ايده، بيدور على وظيفة. حلو، المعلومات هذه حتفيد الموظف والموظف والذي يبحث عن وظيفة، وهي مهمة جدا. استقطعتها واخذتها من دورة عندي اسمها النجاح في الأعمال، بزنس سكسس. في دراسة بتقول انه أكثر من 50% من الشركات بتفلس، بتفشل، بتقفل في أول سنتين. تخيل لو بدأت 100 شركة الآن مع بعض، جينا بعد سنتين 50% قفلوا، بعد 5 سنوات تتجاوز النسبة 80% ويظل 20% فقط. لو وصلنا 10 سنوات من يبقى 4% فقط. 4% من الشركات تظل في السوق بعد 10 سنوات من إنشائها. سؤال يخلي كل صاحب مشروع، كل صاحب بزنس، كل إنسان في المجال المهني بيسأل، يا ترى لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا تفشل أغلب الشركات وماذا تفعل حيال ذلك؟ ليش؟ ففي فهم بيكون غائب عن كثير من الناس. فهم هذه المعلومة، هذه الفكرة، هذا المبدأ، هذه المسارات الثلاثة اللي بتكلم عنها، حيساعد أصحاب الشركات إذا كنت صاحب بزنس إنك أنت ما تقع في هذه المصيدة وتقع في هذا الفخ. حيساعدك أنت إذا كنت موظف إنك أنت تتقدم في المجال المهني تبعك بسرعة رهيبة جدا إذا فهمت المسار المناسب والملائم لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. كل واحد مننا بيكون ميسر، مهيئ لواحد من المسارات الثلاثة هذه. ففي بعض الأوقات تحاول إجبار الأرنب على السباحة وهو غير مهيئ لذلك، هذا ليس مساره. الأرنب ما تخلق عشان يسبح في الماء، بل عشان يكون على الأرض. السمكة ما حتقدر تخليها تجري. دع الأرانب تركض، ودع الطيور تطير، ودع الأسماك تسبح. فلا تحاول تجبر نفسك على انك انت تكون في طبيعة غير طبيعتك، او تدخل في طريق ما هو طريقك وفي مسار ما هو مسارك. حتبدأ تفكر الآن، يا ترى ايش المسارات اللي بيتكلم عنها رشاد، وليش انا بتكلم في هذا الموضوع؟ واحب ان انا اربط الموضوع بظواهر واقعية موجودة في حياة كل واحد مننا. تبدأ فكرة البحث عن السبب وراء انه 4% فقط من الشركات تظل موجودة بعد 10 سنوات بالوهم الاستثماري، يسموه الانتربرينوريال ميث. في اسطورة، في خرافة، في وهم فيما يتعلق بالاستثمار وفي عالم الاعمال وعالم التجارة. عدم وعيك وعدم فهمك للحقيقة وتصديقك للوهم بيخليك بتروح في مشكلة كبيرة. تتذكر لما اتخذت القرار بانك تبدأ مشروعك لاصحاب المشاريع، صاحب البزنس؟ انا قلت مين صاحب بزنس؟ ارفع ايده. حلو، تتذكر اول ما فكرت وقلت انا بدي اسوي المشروع تبعي، بدي اسوي البزنس الخاص تبعي، وانا قررت اترك الوظيفة هذه واروح وابدا البزنس الخاص تبعي، وقدمت استقالتك، جمعت راس المال، رحت بدات. ليش؟ لانه لما يكون عندي شركتي الخاصة حيكون على كيفي، حيكون عندي وقت اكثر، وحيكون عندي فلوس اكثر. مصاحب الشركة هو اللي بيجيب الفلوس كلها، وصاحب الشركة بيجي وقت الدوام على كيفه وبيخرج من الدوام على كيفه. فإذا أنا أسس شركتي الخاصة حيصير عندي فلوس أكثر ووقت أكثر. إيش الأخبار؟ أسألهم اللي رفعوا أيديهم، هل في فلوس أكثر ووقت أكثر؟ اللي رفعوا أيديهم فين؟
اسالك اقول لك خلي يدك مرفوعه الان لو حسيت انه ايوه صار في فلوس اكثر بكثير، ما تقعد شايل هم كيف تدفع الرواتب في نهايه الشهر وكيف انت تمشي امورك وتروح تستلف من هنا ومن هنا عشان تمشي الشركه، وانك قاعد يعني عندك وقت ومتسع من الوقت كثير. ارفع ايدك اذا كان تحقق معك هذا الموضوع. ما حد رفع ايده الا يعني نسبه بسيطه اقل من 1%. يعني كأنك بتقول أنا بدي أجيب أخلف عيال عشان أكون فاضي أكثر. عمرها ما تيجي، حتكون معها مسؤوليات كثيرة. وجود شركة حيخليك تدفع من جيبك، تروح تجيب قروض، تسهيلات، استثمارات، تتدين، تسوي أي شيء عشان توفر المال وتقصر على نفسك. وكمان حتسهر بالليل متأخر وتصحى الصباح بدري، أنت صاحب العمل صاحب الحلال، فحيكون في استهلاك لوقتك وبمالك بشكل كبير. هنا نبي نبدأ نصحح بعض المفاهيم. حيبدأ التغيير من فهمك انه اي تغيير لاي شركة في الحياة بيبدأ من صاحب الشركة، من المؤسس، من القائد. start with you، تبدأ فيك انت. تبغى تتسلق السلم الوظيفي بشكل سريع جدا، التغيير حيبدأ منك انت. فلازم تعرف انه المسألة بيدك انت وانت المسؤول عنها. تطوير شركتك اذا فعلا اسستها بالطريقة الصح، بالطريقة المضبوطة، وفهمت مسارك، حتمشي بسرعة عالية جدا، حتعمل بزنس فعلا حيعطيك الحرية، حيعطيك المال، حيعطيك الوقت. لانه اذا ما تحقق هذا الموضوع على فكرة ستظل تكون موجود في وظيفة، ما حتكون صاحب بزنس. وظيفة بتاخد وقتك كله. مشاكل شائعة أسمعها من الموظفين ومن الموظفين، من أصحاب المشاريع، من شباب الأعمال، من التجار الكبار، أو من اللي شغال في بزنس صغير، مؤسسة ناشئة، متوسطة، كبيرة. مشاكل شائعة بيقول لك مثلا شركتي فوضوية، في فوضى عندنا كبيرة جدا، لا أعرف كيف أجد الزبائن، شركتي لا تستطيع السير بدوني، إذا أنا موجود اشتغلوا، إذا أنا مش موجود ما اشتغلوا، ليس لدي مبيعات كافية، ما عندي المبيعات اللي بتخلي يكون عندنا دخل نقدر من خلاله نمشي الأمور، لا توجد سيولة كافية أحيانا. لا أفهم البيانات المالية، في بعض الناس حتى ما يعرف مثلا اقرأ البالانس شيت والإنكم ستيتمنت والكاش فلو ستيتمنت اللي هي بعض الأوراق المالية المهمة، ما يعرف يقراها، كأنك بتتكلم معه هيروغليفي، ما هو فاهمها وماشي بالبركة. في ناس يقول لك خليها بالبركة، أقول له ما هو كل حاجة في الدنيا بالبركة، إيش معنى ذي بس كل حاجة ماشية ببركة الله سبحانه وتعالى. ما تبغى تخطط، من المشاكل أيضا جودة منخفضة للمنتج، من المشاكل لا أثق بإنجاز العمل في الموعد دائما، المكان في فوضى، ما ألاقي الحاجة اللي أنا أبغاها، لما يطلب مني المدير في العمل ورقة معينة، تقرير معين، طيب أنا حاجب لك هو، أعطيني فرصة. وطبعا يروح ويدور بين كومة الأوراق اللي موجودة عنده. أداء الموظفين لا يتفق مع ما أريد. أنت تبغى حاجة كصاحب شركة والموظفين ماشيين في اتجاه. الشركة تعتمد على الأشخاص لا على الأنظمة. ما أدري إذا كان ري كروك مؤسس ماكدونالدز كان بيعتمد على الأشخاص، هل كان حيكون عنده عدد الفروع اللي موجود حاليا حول العالم، معدل فتح الفروع فرع جديد كل 7 ساعات؟ كل 7 ساعات بيفتتحوا فرع جديد لماكدونالدز. فلو كان بيعتمد على الأشخاص من غير الأنظمة، ترى هل كان حيقدر يعمل التوسع هذا الكبير؟ فكر فيها. كيف أقيس فعالية أدائي وأوثق عملي؟ بعض المشاكل اللي بتشوفها كلها جذرها لفكرة، إذا ما تغير الفكر حتبدأ تكون هذه الثمار. على فكرة هذه الثمار اللي بتظهر، ولكن روح لجذر المشكلة. الجذر المشكلة دائما في المؤسس، في صاحب الشركة، أو في الموظف نفسه. تبدأ بطريقة تفكيرك أنت، إذا ما غيرت هذا الفكر حتلاقي الثمار اللي أنت بتشتكي منها دائما ما تظهر لك، دائما ما حتطلع، ودائما حتشتكي منها بشكل كبير جدا. كنت في يوم من الأيام في وظيفة، سواء كانت أنه مثلا مخطط على الكمبيوتر، نحات، رسام، طباخ، أي وظيفة إن كانت. وأحب أضرب مثال إخواننا المصممين على سبيل المثال. في أحد مصمم جرافيك ديزاين هنا مثلا، مصممين جرافيكس معنا، أيادي مصممين جرافيكس، شركات دعاية وإعلان، في أحد عنده شركة دعاية وإعلان مثلا. يكون المصمم في شركة الدعاية والإعلان شايل شغل كثير، ممشي الشركة، في اعتماد عليه بشكل كبير. بينه وبين نفسه يقول يا أخي هذا المدير يشفهمه في التصميم وفي الفن وفي الجرافيكس، يا أخي والله ما هو داري عن الهرجة.
تلاقيه طفشان، ومتى أبدأ شركتي الخاصة أنا؟ يجي له واحد زميله مصمم آخر أو صاحبه ما له علاقة بالموضوع يقول له يا أخي إلى متى أنت ستظل كذا عبدا لهذا المدير المتنمر المتأمر يا عمي روح أبدأ شركتك الخاصة، ما الشغل كله عليك وأنت اللي ممشي الشركة يا عمي، ما روح أطلع أبدأ شركتك الخاصة أنت، ليش تعتمد عليه وهو جالس يتحكم فيك؟ يبدأ يضرب الموضوع في دماغه وأخماس في أسداس، وتلاقيه يروح الوظيفة وقاعد شغال على الجهاز بس مخه في أماكن ثانية. هو لازم أبدأ مشروعي الخاص، هو لازم أبدأ شركة الدعاوى والإعلان حقتي اللي أسوي فيها التصاميم على كيفي بطريقة الخاصة. قس هذا الموضوع على مجالات أخرى كثيرة مش فقط على التصميم. أنا قلت التصميم هذا كمثال لتتضح الفكرة، فخذها بالقياس وأعتقد الفكرة وصلت صح ولا لا؟ لما في يوم من الأيام يقرر أنا مستقيل، هذا طبعا بعد ما تكون مشاكل كثيرة صارت بينه وبين صاحب العمل ويبدأ يتعلق بأشياء أخرى ويبدأ تظهر أمور أخرى، لين في النهاية بده يطلع حيبدأ يدخل في دوامة، يبقى يدور على رأس المال اللي بده يبدأ فيه، يبقى يدور على أول المشاريع اللي راح يبدأ فيها. أبغاك تخلي الفكرة هذه بس في بالك، لأنه حيبدأ يدخل في هوب. لو على الشاشة حاطين رسمة للموضوع هذا ياريت يحطوا لنا على الشاشة أيضا الرسمة للوهم الاستثماري، فكان يفكر في أي مشروع أنه أنا حبدأه بطريقة الخاصة اللي حتؤدي إلى النجاح اللي أنا أتمناه عشان أوصل للحرية وأوصل إلى المال، ولكن يفاجأ أنه أول ما بده يبدأ حيكون في عنده لازم إدارة للموارد، حيبدأ يجمع فلوس عشان يبدأ فيها، حيبدأ يدور على مقر للمكتب عشان يستأجره عشان يكون هذا المقر لعمله، 6 شهور عشان يلاقي المقر المناسب، 6 شهور عشان يأثثه ويكون جاهز للعمل والاستخدام الآدمي، ولما يبدأ يوظف حيبدأ يكتشف انه لازم يعين فريق، فينزل اعلانات في الجريدة ويحط اعلانات في النت ويروح اعلانات في الوسيلة واعلانات في الجرائد واعلانات اونلاين ويروح لبايت.com ويروح لأكثر من مكان عشان يلاقي الموظفين، وهو ما في راسه توظيف، هو ما هو مهيئ للتوظيف، هو مصمم. وطبعا اللي بيحصل له في هذه اللحظة انه بينجح عليه التصميم، وحش الفوتوشوب والانديزاين والإلستريتور وقاعد بيحك عارف يبغى يرجع للكمبيوتر مرة ثانية ويصمم. هو كان في الشركة بيقعد 8 ساعات 9 ساعات، ما هو أحد بيطلب منه أي حاجة غير أنه يجلس على الجهاز وصمم فقط. الحين لازم أروح أجيب تمويل وأدور على مكان وأثث وحشتغل مقاول شوية ويشتغل مثلا في التوظيف شوية وإتش آر، مشكلات مالية. لقى انه فتح على نفسه جبهات كثيرة هو ما هو قدها ولا يفهم فيها ولا يحسنها، يبدأ يدخل في مشاكل العمل الاكثر، هذه الدوامة اللي بتخلي كثير من الشركات بتقفل في خلال 2 سنين، واساسها الفرضية القاتلة The Fatal Assumption، واكبر خطأ ممكن تسويه وهمك واعتقادك انك اذا كنت تعرف تمارس العمل الفني لحرفة معينة لوظيفة معينة معناه انك تقدر تسوي بيزنس او شركة تمارس هذا العمل، وهذا اكبر خطأ ممكن توقع فيه. الفرضية القاتلة بتقول كثير من الشركات بدأت من قبل اشخاص كانوا يعرفون العمل التقني لمشاريعهم، اعرف التصميم، اعرف الحسابات، اعرف الطبخ، اعرف الميكانيكا، اعرف الطب، اعرف المحاماة، اعرف التدريس، اعرف، ويظن كون انه هو يتقن هذه الحرفة معناه لو فتح مشروع يمارس هذه الحرفة فاذا المشروع ناجح. اكبر خطأ، فرضية قاتلة. هذه الفرضية اللي قتلت الشركات كلها في خلال اول 2 سنين، 50% بيجنب لا يصبر ويوصل لنادي 4% بعد 10 سنوات الا الناس اللي قدروا يصححوا هذه الفرضية القاتلة. لكنك اذا كنت لا تزال تمارس العمل التقني في شركتك فهذا يعني انك في الحقيقة لا تملك شركة بل تملك وظيفة، ما هو بيزنس. كونك تكون ميكانيكي شاطر هذا شيء، هذا عالم، كونك تعمل ورشة ناجحة هذا عالم ثاني، مسار ثاني يحتاج مهارات ثانية مختلفة. كونك مصمم فوتوشوب ولا انديزاين ولا استريتور ولا اي برامج من برامج الجرافيكس والتصميم محترف هذا عالم. كونك تعمل وكالة دعاية واعلان ناجحة هذا عالم ثاني. كونك تكون، انا حقول الاشياء وانت تقولوا لي ايش البزنس تبعها. كونك مدرس شاطر هذا شيء، وكونك تفتح
مدرسة أو تفتح كلية هذه حاجة ثانية. كونك طباخ شاطر فنان هذا مسار، وكونك تفتح مطعم ناجح وتديره هذا مسار ثاني. كونك تكون محامي شاطر هذا مسار، وكونك تفتح مكتب محاماة هذا شيء ثاني. كونك مهندس بارع محترف في رسم الخرائط مهندس معماري هذا شيء، وكونك تفتح مكتب استشارات هندسية هذا شيء. كونك طبيب ماهر متمكن قوي هذا عالم هذا مسار، وكونك تفتح عيادة تفتح مستشفى هذا عالم ثاني. وصلت الفكرة؟ فهنا الواحد يظن ويقع في هذا الوهم ويصدق، فيقول لك انه سبب انه الشركات بتفشل انها بدأت على يد فنان يعاني من حمى استثمارية. حمى استثمار، ابغى شركاتي ابغى افتح مؤسستي، وجاته حمى الاستثمار، لازم مشروعي الخاص لازم ابدأ مؤسستي. يقول لك it start with a technician with an artist who is suffering from entrepreneurial seizure. seizure زي يعني زي نوبات الصرع اللي بتجيله، زي الحمى الان اجتاحته انه بيبدأ مشروعه الخاص. مين منكم بيعاني من هذه الحمى في هذه الايام؟ ارفع لي ايده. كويس انك حضرت الدورة هذه. على فكرة مين منكم يعرف احد بيعاني من هذه الحمى؟ ارفع ايده. من منكم يعرف احد وقع فريسة لهذه الحمى ووقع في مشاكل؟ يرفع ايده. اذا احنا بنتكلم كلام ممكن يلامس اللي موجودين معنا في الصالة. لماذا تفشل الشركات؟ لانها ممكن تواجه عقبات. ممكن يكون واحد منها قلة المال. اللي يجيبه هنا مو الفنان، مو كونك مصمم شاطر ولا طباخ شاطر ولا كونك مثلا طبيب شاطر انك حتعرف تأمن الفلوس، لا، احتاج لنوع اخر من الناس. ممكن يكون السبب مش قلة المال ولكن حيكون قلة الوقت. انت عليك كل حاجة. هذا صاحبنا يبغى يكون منجرة الأرسنة الكهربائية لحلاقة الملابس الغذائية، يبغى يسوي كل حاجة لوحده، هو الفراش هو المالية هو المدير هو التسويق هو كل حاجة، وبيكون ون مان شو ما حتجي. فحيكون في عندك ضغط في قلة الوقت، حيكون في عندك ضغط ايضا في نقص المهارة العملية، ما عندك الخبرة وتبغى الكيكة كلها تكون لوحدك انت 100% من الكب كيك تبعي، انا املك 100% من الكب كيك. طب لو انت ملكت 10% من كيكة الفرح الكبيرة هذه تعمل لك كم كيك؟ كم كب كيك يعني؟ كثير جدا. فهنا بيكون في نقص للمهارة العملية وما يستعين بالخبراء. خبراء، وهذه هي الجزئية اللي هي بنقول اخر واحدة، نقص مساعدة الخبراء. يبدأ لا خلاص انا اعرف كل حاجة، لا انا اعتمد على نفسي. في عندنا وهم العصامية انه هو بدأ من الصفر ومن تحت الصفر وعمل كل حاجة لوحده وقوم الشركة وصارت امبراطورية كبيرة. فالناس هذا الكلام يداعب خيالها بشكل كبير، فيقول لك لازم انا اكون بنفس الطريقة. واعتقد هذا على ايام جدي وجدك، يد الوحدة ما تصفق. الان اختلف التوقيت اختلف الوقت، هتحتاج الى وجود خبراء. do what you do best let others do the rest. سوي الشيء اللي انت كويس فيه اللي انت ممتاز فيه ودع البقية للناس المتمكنة. وقرأ في المثل العام يعطي الخبز خبازه ولو اكل نصه، بس انه هو هيعطيك النص الثاني كويس يتاكل احسن مما انت تحب تسوي الخبز لحالك ويطلع ما يتاكل لا نصه ولا ربعه وتبجي. فكويس انك تعطي للناس المتخصصة. فهذه بعض الظواهر بعض الاشياء اللي بتؤدي الى فشل الشركات. طيب عندنا هنا ايضا في جزئية احنا بنحاول نمشي كمان الى العثور على هديتك، finding your true gift. وبقول كلام مهم هنا، السر الى الاشباع الحقيقي هو معرفة هديتك، النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك هي. سبحانه وتعالى اعدل العادلين واحكم الحاكمين ويوزع العطايا بعدله سبحانه. فما حيكون يعطيك كل النعم كل الهدايا ويحرم غيرك، ما تجي. فحيكون اعطاك ميزة فريدة. فالسر فعلا للاشباع الحقيقي انك تكتشف يا ترى ما هو المسار المناسب لي، ما الذي انا مهيئ له ميسر له، الشيء اللي يتناسب مع فطرتي مع طبيعتي انا. فهذا السر الحقيقي انه فعلا تعمل في مكان يسمح لك انك انت تخرج افضل ما عندك، تطلع افضل امكاناتك بما يتناسب ويتواءم مع فطرتك مع طبيعتك.
هذا لا يعني موهبتك فقط ولا القدرات والمهارات اللي تعلمتها، بل أن تعرف هديتك وتعيشها. في ناس يقول لك أنا أعرف قدراتي بس الوظيفة اللي أنا فيها ما بقدر أنه أنا أمارس الشيء اللي أنا أحبه، يفضل الموضوع في نفسه، ممكن يعملها كهواية برا العمل أو يروح يدور على شغل أوفر تايم، وأحس أنه زي سوبرمان ولا سبايدر مان، عارف عنده شخصيتين، عارف الشخصية اللي في النهار والشخصية اللي هو اللي بعد عنده حياتين. لكن النجاح نجاح حقيقي في الحياة ما يفرق بين الاثنين. يعني بيل غيتس لما كانوا بيسألوه سؤال، كان في مقابلة كان وقتها له 27 سنة بعد تأسيس مايكروسوفت، بيقولوا له كيف بعد 27 سنة بهذه الإخفاقات وهذه التحديات وهذه المشاكل وهذا الفشل وراء فشل وراء فشل، هذا التعب هذا المجهود المرير، ولا زلت بحماس أكثر من الشباب الصغار؟ بيقول على فكرة أنا بالنسبة لي ما كان مجهود مرير ولا أنه تعب زي اللي أنت قاعد توصفه. أنا ما أعرف الكلام اللي أنت قاعد بتقول عليه، أنا كنت بستمتع متعة غير عادية لأني أعشق الشيء اللي أنا بسويه، ولأني أعشق وبعمله أحسن من أي أحد ثاني في الدنيا، ولأني أعمله أحسن من أي أحد ثاني في الدنيا بيندفع لي أكثر من أي أحد ثاني. بس أقول لك شغلة، سواء دفعوا لي ولا ما دفعوا لي أنا كنت حستمر أسوي اللي أنا بسويه. فكر فيها. He found his true gift. عثر على هديته وقاعد يمارسها وبحب وبشغف. تلاقي الوقت يطير، تلاقي الوقت يختفي، تحس انك انت الساعة بتعدي وانت بتمارس العمل الذي يتناسب مع فطرتك مع طبيعتك مع مسارك. فالرسالة اللي انا قاعد افكر انه لازم اوصلها للناس في خلال هذه المحاضرة، واعرف انه الوقت ضيق، انبسط واتشرف لما اشوفكم في دورات او محاضرات تانية فيها ورش عمل ناخذ فيها وقت كثير، بس انا حابب ازرع البذرة الان، ابغى البذرة تكون موجودة ببالك وتفكر فيها، انه فعلا لازم انه انا اقضي عملي اللي هو ثلث عمرك، ثلث عمرك في النوم، ثلث عمرك بيروح في حياتك الشخصية، والثلث في الحياة المهنية. والله حرام، والله حرام عليك انك انت تقضي ثلث عمرك، نعمة الحياة اللي ربنا اعطاك هي في مجال انت تشعر انه هذا مو مجالي وهذا مو مكاني، وانه انا ممكن ابدع في مكان اخر. Gallup Organization من اكبر واهم الجهات العالمية اللي بتعمل دراسات في التوظيف في الوظائف في بيئة العمل، عملت استفتاء شمل مئات الألوف من الموظفين، وكان في سؤال مهم، السؤال بيقول هل تشعر ان وظيفتك ان عملك الحالي بيسمح لك انك تخرج افضل ما عندك كل يوم، بيخليك تلعب بنقاط قوتك، ولا انك انت الرجل المناسب في المكان الخطأ؟ عارفين كم النسبة؟ 2 من 10 قالوا نعم أشعر أنه أنا في مكان يتناسب مع قدراتي وبطلع فيه إمكاناتي. النسبة الدقيقة 17% كانت، يعني أقل من 2 من 10 أنه يشعر أنه في مكان، المكان هذا بيسمح له أنه يمارس قوته. طبعا أنا ما بدي أكون أفلاطوني ومبالغ وأقول لا المفروض 10 من 10 عمره ما تجي، ولا 9 من 10 ولا 8، بس 2 أو 17% ترى مرة قليل. قول 5 ها نمشي الأمور. فكثير من الناس بيكونوا في مكان عمل في بيئة في يعني حاس انه هو في جو ما بيطلع افضل ما عنده انه هو في المسار او التراك الخطأ. هذه كانت كلها مقدمات، اعتقد بعضكم الان بدأ يضرب اخماس فاسداس، وحلوة اللخبطة لانه من اللخبطة بنتعلم. كم واحد منكم شعر باللخبطة يرفع ايده الان، بيبدأ يعيد حساباته شوية هو بيعمل ايه؟ بعد دورة النجاح في الأعمال في ناس بتروح تستقيل، نسبة الاستقالات بترتفع بسبب الدورة هذه، ففي ناس بيقول لك وقفوها لأنه في ناس بتترك، في ناس بتبدأ مشاريعها لكن بيكون بانيها على قرار مش على تخبط، مش على حاجة مثلا قررها الآخرين عنه، ولكن هو باقتناع الآن هذا هو طريقي، هذا المكان اللي بدي أمشي فيه، وتبدأ الرحلة ما نعتبرها أنها هي انتهت. فتعثر على هديتك الحقيقية، إيش الميزة اللي موجودة عندك؟ فبشكل جوهري إذا كنت تسعى للنجاح فعلا في عملك، انا اعتقد انك هتحتاج الى مهارتين. اول شيء تفهم نفسك، تفهم نفسك، فهمك لذاتك. في كثير من الناس ما هو قادر يفهم نفسه، ما هو عارف ايش امكاناته وايش قدراته. الشغلة الثانية تعطي ابو سداح فرصة، بمعنى الناس اللي حواليك تفهمهم وتستشعرهم وتسمح لهم هم كمان يمارسوا نقاط قوتهم ايضا مثلك. ليش تتمنى انك انت فقط اللي تمارس نقاط قوتك في العمل وتعيش بامكاناتك وغيرك تبغى تخليه يمشي في مسار غير مساره؟ فانا اقول النجاح المهني الحقيقي انك تفهم لنفسك، والشغله الثانيه القدره على العمل مع الاخرين بالدخول الى عالمهم والاتصال بهم، تقدر تفهم انه هذه امكانات وهذه قدرات وانا افهمها واتواصل معاه من هذا المنطلق.
فافهم نفسك وافهم الآخرين. فإذا كنت تبحث عن الحماس التام في حياتك فيجب أن تتقن هذا الجزء بدلا من التخبط وتقعد تضرب أخماس في أسداس. كلمة يعني تمغصلي بطني واسمعها كثير، واحد يقول لك أنا بدي أبدأ البزنس تبعي وأبدأ شركتي الخاصة. حبيبي ريحنا، يعني ترى انت ما انت داري كأنك انك بتقول انا داخل الحرب، عارف انا رايح الحرب هنحارب، عارف انك انت مبسوط وبتقولها وانت مستمتع، يعني ما انت داري ايش تبعات هذه الكلمة وان لها مسؤولية كبيرة، وبتنسى النتيجة وبتركز على الوسيلة. النتيجة اللي تبغاها حرية، وقت اكثر، مال اكثر، اثر اكثر، عطاء اكثر، تأثير في حياة الناس، خدمة لنفسك ولأهلك ولمن تحب، حلو. فبتنسى وبتركز على الوسيلة، انه خلاص انا لازم اذا اسست شركتي الخاصة هي هذه الوسيلة وغيرها لا. تحتاج الى تصحيح، لازم تفهم تقول لا، تمسكي بمساري اللي انا فيه، المسار اللي يتناسب معايا هو اللي حيحقق لي النتيجة اللي انا ابغاها مش الوسيلة. لا نركز على المركبة وننسى النتيجة اللي احنا نبغى نوصل لها. انا باذن الله طالع على الرياض بعد ما ننتهي من هذه الدورة ان شاء الله، انه طالع على المطار وطالع على الرياض. فاذا انا يعني حاطط في دماغي ولازم انه انا اركب ماي باخ توصلني للرياض، عارف والرحلة موجودة والمطار موجود، الطيارة موجودة خلاص، وحتوديني ممكن لمكان اخر، زي اللي يروح محطة الاوتوبيس عارف، ولا يركب مثلا في محطة القطار ولا في الطيارات، يروح في المطار ويتلطع شوية، طلعني على اول رحلة يا ابويا، اول رحلة رايح على جيزان، انت بتروح الرياض، لا بطلع اول رحلة. هو خلاص بيركز على انه يطلع على اول رحلة ونسي النتيجة اللي هو بده يوصل لها. انا خلاص ابدأ شركتي، يا عمي انت ايش تبغى؟ ابدأ الشركة، وناسي هو بيبدأ الشركة ليه. لا تقع في هذا الفخ، عارفين ليه؟ شكلها برستيج اكثر، رجل اعمال، ها شباب من شباب الاعمال، انا عندي شركات وعندي مجموعة وعندي موظفين، ها والبزنس كارد تبعي، هذه نشاطاتنا وهذه اعمالنا كشخه صح، بس كشخه والبهدله اللي وراها ما تكون تحسب حساباتك، ممكن حتوقعك في مشكله كبيره. اذا كان هذا مسارك انطلق، وغلط ترى انك انت تروح في مسار غير اذا كان هذا هو فعلا مصيرك وهذا هو فعلا مسارك. على طرف النقيض من كلامي يجي التمسك بالوظيفه، الامان، على قول اخواننا المصريين فتك الميري تمرغ بترابه، ابغى الوظيفه في امان، وظيفه الحكومه، قدم على التعليم وقدم على العسكريه ولا قدم على الصحه، وامسك في ام الوظيفه هذه. والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث انه 19 الرزق في التجاره والعشر في الوظيفه. الناس سايبين 19 هذه وماسكين في ام العشر ده ما بيفكوه، يعني انا ابغى امسك الوظيفه وما ابغى ادور على اي حاجه ثانيه يخالف حديث النبي. اذا انا كلامي اللي في البدايه ما بخوف الناس من انه يبدا بزنس، عشان اكون واضح، ولا بقول لك تمسك في الوظيفه، لا، انا بقول لك افهم هديتك، ايش نعمتك اللي ربنا انعم بها عليك وانطلق فيها. اذا كنت في مجال الاستثمار والبزنس روح، وغلط انك تعمل شيء غير كذا. اذا كانت في المجال الفني لاحتراف مثلا حرفة معينة روح وانطلق، وغلط انك تعمل اي حاجة ثانية. وصلت رسالتي؟ فاذا هنا بمقدم لي خلاصة المحاضرة انه لفهم جوهرك الحقيقي حتلاقي انه في ثلاثة مسارات اساسية. كان قبلها بس هنا في سلايد. انا اسألك سؤال بينك وبين نفسك، ايش اللي يعطيك اشباع اكثر، انك انت تدير شركة ام انك انت تعمل منتج يبيعها رجل اخر، رجل مبيعات؟ يعني انت مثلا طباخ بتطبخ شغلة وتسويها بعدين في احد يروح يبيعها، انك مصمم عمل تصميم ومثلا احد يروح يبيعه، انك مؤلف الفت الكتاب وغيرك يروح يبيعه، ولا انت تبغى تدير الموضوع وانت اللي تدير الشركة وانت اللي تبيع وتجيب مؤلفين وتعمل دار نشر، تجيب طباخين وتعمل مطعم، تجيب وتستمتع في هذا الموضوع مع انه يمكن ما تعرف يعني الفرق بين السكر والملح في الطبيخ والدقيق، بس بتعمل منها بزنس. مين منكم تفضل الاولى ولا الثانية؟ مين منكم يفضل يدير الشركة يرفع ايده؟ مين فيكم يفضل انه يكون لا هو التقني المحترف الفنان اللي بيعمل العمل وخلي غيره يروح يبيعه ويرفع ايده؟ ها،
بدأنا نقرب هنا، بدأت المحاضرة تستوي شوية، بدأنا نوصل للطبخة. الأدوار الثلاثة اللي بتكلم عليها والمسارات الثلاثة: المستثمر التاجر the entrepreneur، the manager or the leader المدير والقائد، و the artist or the technician اللي هو الفني التقني. كل واحد مننا في داخله جزء من هذه الشخصيات، في المستثمر بداخلك، في المدير القائد بداخلك، في التقني الفنان بداخلك، خلطة. بس في واحد منهم الأقوى، الأبرز، الأغلب، له الغلبة، له التميز بنسبة عالية جدا. هذا هو مسارك الحقيقي اللي فعلا نقدر نقول هذا مثلا ممكن يكون 60-70%، والباقي وزعها بين الاثنين الأخرى. فبتلاقي انه هذا الجانب في شخصيتك أقوى وأبرز، المستثمر، المدير، الفنان. عشان أوصل هذه الفكرة حاطي بعض الأمثلة عليها. فرعون لما كان جالس في عرشه وفي ملكه وقاعد يفكر، وكان عنده هدف، يبغى يخلد اسمه في التاريخ، فكان يفكر وجاته بارقة فكرة انه انا ابني اكبر معبد في الدنيا، ما اتخلق قبله ولا حيتخلق بعده، ما ينبني شيء زيه. بس بينه وبين نفسه قاعد يفكر، قال المعبد الناس بتلتهي فيه للعبادة، فعاجلا ما عاجلا بعد سنوات ممكن حينسوني ويندثر اسمي ويصير التركيز فيه للعبادة، لا 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 انا بخلد اسمي. جاته فكرة اخرى وقال بلاش انه انا اعمل معبد، انا اعمل قصر ممكن اسكن فيه ويكون اكبر قصر في الدنيا. كانت هذه الفكرة اللي في باله. بعدين جلس وفكر بعد ما اموت حيجوا فيه ناس غيري ويسكنوا فيه وغيري وغيري، وبعد كده حيندثر اسمي. بعدين جاته الفكرة وقال بدي ابني اكبر مقبرة في التاريخ، المقبرة اللي ما حيتبني بعدها ولا تبنى قبلها، وحتكون مرتبطة باسمي. ها هذه الفكرة. اذا كان هو هنا المستثمر التاجر صاحب الفكرة، جمع الوزراء تبعه اللي حينفذوا هذه الفكرة، اعطاهم الفكرة، انا ابغى اكبر مقبرة في التاريخ، لا اتخلق شيء سيئة في الدنيا ولا حينبني شيء بعدها. جو الوزراء، جابوا الفنين، جابوا الناس المقاولين اللي عندهم على ايامهم، ما كان في بن لادن وكذا، بس جابوا المقاولين اللي على ايامهم وبدأوا يضبطوا الموضوع. المقاولين استلموا المشروع، وبعدين جابوا افضل التقنيين، الفنانين، البنائين في ذلك الزمان لأكبر مشروع بناء في الدنيا. ما كان ليكتمل هذا المشروع لولا تكامل الثلاث عناصر، وجود فكرة في البداية في ذهن شخص معين، وهو اللي يسعى نحوها، هو اللي يبلور هذه الفكرة ويدرسها، حتنفع ما تنفع، حتزبط ما حتزبط، ايش المخاطر، ايش الايجابيات، ايش السلبيات، ويبدأ يجيب المقاولين اللي حيديروا المشروع، وبعدين البنائين. الثلاث عناصر مع بعض: مستثمر، مدير، فنان. اديكم مثال اخر او تشبيه اخر. تلاقي مثلا لو اجي اسألك مين منهم اللي بيكسب فلوس اكثر، المستثمر، المدير، اما التقني البنا، الفنان، whatever. انا لما اقول كلمة التقني حط اللي يمارس الحرفة، المدير اللي هو بيدير هذا المكان، المستثمر صاحب الفكرة، صاحب التمويل اللي في البداية اللي هو بيحدد الاتجاه. مين بيكسب فلوس اكثر؟ مين يقول المستثمر يرفع ايده؟ مين يقول المدير يرفع ايده؟ مين يقول الفنان يرفع ايده؟ 1-2-3. طيب مين يشجع برشلونة؟ ريال مدريد. حلو، اوكي، عندنا المجموعة هنا. تلاقي رئيس مثلا ريال مدريد على سبيل المثال لما جاء يبغى يتعاقد مع كريستيانو رونالدو ويبغى يجيب كاكا في نفس الموسم، في نفس الاسبوع، في اول اسبوع يتعاقد مع كاكا ودافع فيه 92 مليون يورو، وفي نهاية الاسبوع يدفع في كريستيانو رونالدو تقريبا 97 مليون يورو، في اسبوع واحد دافع له ما يقارب 200 مليون يورو. ممكن مع نهاية السنة في أندية بتكون خسرانة، في أندية بتكون خزينتها خاوية، بيكون عليها ديون، بيكون المستثمر ما قدر يحقق الأشياء اللي هو دفعها وجاء عمل التعاقدات، هذا بس للاعبين اثنين، هذا غير بقية التعاقدات. ويجيب المدرب لما كان مثلا غارديولا مثلا في برشلونة،
وتعال شوف ميسي مثلا ولا رونالدو، تلاقي ميسي دخله الشخصي في السنة هذه أكثر من المدير الفني اللي هو غارديولا مثلا مدرب تبع برشلونة، أو يطلع ربحان أكثر من صاحب النادي اللي خسران في نهاية السنة. فممكن الفنان يكون دخله أعلى بأضعاف من المستثمر. مش دائما بيكون المستثمر هو صاحب الدخل، هو صاحب البزنس. في أوقات بيخسر، بيفلس، بيطلع من السوق، ولكن الفنان لازال بيستمر. الفنادق أعلى الرواتب بتعطيها مش لمدير الفندق، للشيف. أعرف الشيف اللي هو الطباخ مثلا، على سبيل المثال فندق دار التقوى في المدينة مثلا، أو أي فنادق من الفنادق في المنطقة المركزية في المدينة وعند الحرم، راتب الطباخ الشيف كبير الطباخين أعلى من راتب المدير، مدير الفندق هو طباخ. بعضهم بيستلم رواتب تبدأ من 30 أو 40 ألف شهريا. في بعض الفنادق بتدفع يكون راتب الشيف أكثر من 120 ألف في الشهر راتب. فنان يدخل المطبخ تحته 20-30 طباخ، وخر عن طريقه، عارف يعني، فاهم الصنعة تمام، انت فعل فلوس ولا لا. اذا لا تقع في الوهم انه والله فقط المستثمر هو اللي عنده الفلوس الاكثر والمدير بيكون اقل والفنان هو اضعفهم، قد يكون اعلاهم حسب احترافه، حسب المسافة اللي قطعها في مساره، في المسار تبعه هو وصل الى اي درجة. وطبعا في لعيبة اصلا بيتم الاستغناء عنهم ويتم تنسيقهم ويتم تسريحهم ما في راسهم، صح ولا لا؟ فالمعيار هنا جودتك وتمكنك، مش دائما انه والله خلاص اي صاحب اعمال فهو ناجح وهو غني. وصلت الفكرة؟ طيب، تعريف الشركة هو مهمة المستثمر، اللي هو هيحدد ايش هو المشروع، احنا فين نبغى نروح، احنا ايش نبغى نعمل. هذه مسؤولية المستثمر، هو اللي بيقول والله في مثلا التكنولوجيا الفلانية هذه لما ندخل نستثمر فيها، مثلا في الموضوع الفلاني هذا نبغى نتوجه له الان. هو اللي بيكون متابع للسوق، هو اللي يبدأ يجيب مثلا التمويل، اللي يجيب الاستثمارات، هو اللي هيقول الشركة هتشتغل في هذا المجال مو في هذا المجال. يعني مثلا مجال السيارات، ممكن واحد يقول انا بشتغل في التأجير، ممكن واحد يقول لا انا ابغى ابيع سيارات، واحد يقول انا بشتغل مثلا في قطع غيار السيارات، هي كلها سيارات بس مجال عن مجال يفرق. فيقول انا حركز في الجزء هذا، لا انا حدخل مثلا في بيع التجزئة مثلا، ولا ادخل في مثلا تأجير السيارات، ما حدخل في مثلا الايجار مع الوعد بالتمليك لانه هذا ربحيته اقل. دور مين هذا؟ دور المستثمر. من اللي يحدده؟ المستثمر، صاحب الفكرة، صاحب المشروع. يحتاج الى وجود مدير معه. المدير حيكون الجسر بينه وبين الفنيين، وحيكون في عندك العمل التقني الحرفي هو مسؤولية الفنان، the artist. الجسر بين الاثنين هو العمل الاداري. اذا انا احتاج الى فكرة استثمارية، واحد هو يحدد التوجه، هنمشي في هذا الصوب ولا في هذا الاتجاه، هنروح في هذا البزنس ولا ندخل في هذا البزنس، هنقفل هذه الاسواق ونفتح هذه الاسواق، هننزل هذه المنتجات ولا هنعمل هذه المنتجات، هنركز على خدمات المرأة مثلا، أي بزنس في حريم بيمشي في البلد هذه، أو حنركز على الأطفال. إذا أنت أقنعت الولد بلعبة معينة يا راجل لا يطلعها من جيب أبوه، يعني شام أبا حيدفع، يعني حيدفع. فأقنع النساء أو أقنع الأطفال، وديت الرجال واطي، صح ولا لا؟ فمن اللي يحدد الأفكار هذه؟ من اللي يحدد التوجهات؟ من اللي يحددها؟ الفني؟ المدير؟ مين؟ المستثمر، the entrepreneur. فهمنا الفكرة؟ عندنا كمان بناء شركة ناجحة والمحافظة عليها والاستمرار عشان نكون في نادي. 4% حيحتاج مشاركات الثلاثة مع بعض، ما حتقدر انك تعملها لوحدك. رحم الله امرين عرف قدر نفسه، اللي بينجح في البزنس بيعرف قدراته وبيكملها للآخرين. فرسالة لصاحبنا المصمم اللي كان في البداية واللي كان فعلا نفسه انه هو يبدأ شركته الخاصة، اقول له ما في بأس، ابدأ شركتك الخاصة، ولكن ابدأها صح بطريقة فنية. تقدر انك انت تكلم نفس الشركة اللي انت فيها وتكون شريك، تساهم مثلا بمبلغ وتساهم بمجهودك. انا ابغى استمر زي ما انا اصمم، بس ابغى اكون لي حصة في اصول هذه الشركة.
ما بدي ان انا ادير وانه انا ابدا اتعامل مع الموظفين زي ما احنا، بس انا ممكن اساهم، جمعت هذا المبلغ اضيفه مثلا لراس المال تبع الشركه، او انا اساهم بمجهودي ويكون لي نسبه من الارباح مثلا. وخليك زي ما انت، كويس انك لقيت اداريين ومستثمرين معاك. لازم تكمل نفسك بالعناصر الاخرى، لازم تبدا تشوف يا ترى اذا انت فنان تحتاج لك الى مدير والى مستثمر معك يكمل المثلث هذا. اذا كنت انت مستثمر لازم تبدا تجيب ناس ادارجيه صح، ولازم تجيب فنانين صح. اذا كنت مدير لازم تعرف تتعامل مع المستثمر اللي حيفيدك وتروح. انا ما هشتغل بفلوسي، ممكن بفلوسك هو كمستثمر، بس انا حدير لك فلوسك هذه صح، وتبدا تجيب الفنانين. اذا نحتاج ان المثلث هذا يقفل. اذا مستثمر ومدير بس بعدين يصيروا مدراء، مكتب المدراء الموحد. عارف الشركات اللي بتدخل فيها كل واحد بيصير مدير، ما حد بيشتغل، بس مكتب المدراء الموحد، عارف كل واحد عامل مكتب انه هو مدير. طب فين اللي هيشتغلوا؟ ما في. هتمشي الشركه؟ ليش؟ لازم ناس بتمارس هذا العمل. ايش اللي يسبب مثلا نسبه التضخم الكبيره اللي موجوده عندنا هنا؟ هذا الفكر اللي عند كثير من الشباب، نسبه التضخم عندنا مرتفعه جدا مقارنه بدول اخرى. ليش؟ ايش فكرة التضخم؟ في احد عارف التضخم يرفع ايده؟ اللي عارفين ايش المقصود بالتضخم. طب اللي مو عارف ايش المقصود بالتضخم يرفع ايده. نسمع في الاخبار كلام وزارة التضخم بشكل سريع. فلنفترض انه عندنا سيارة هنا، واحنا العدد اللي موجود في القاعة ما اتغير، نفسنا قفلنا الابواب وما بقي الا احنا بس. السيارة هذه فلنفترض انه قيمتها 50,000، بس لانه ما في سيارة غيرها، ما في انتاج، ما في الا هذه السياره بس. اقوم اجي انا اقول لا والله انا ابغاها لي، حمزه يقول لا انا ابغاها لي، طارق يقول لا انا ابغاها لي، فحيبدا يصير هنا ايش؟ زي المزايده. لا انا حدفع فيها 55، حمزه يقول حدفع فيها 60، اجيك طارق يقول انا حدفع فيها 100 120 150. ارتفع اسعار العقار، نفس الشقه يقول لك العقار ارتفع، الأشارات ارتفعت. ليش؟ ما في زيادة في الإنتاج، والسلعة زي ما هي موجودة، والناس بتتضارب، فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار من غير زيادة في القيمة. فهمت الفكرة بشكل مبسط؟ فالشباب ما بتشتغل وما تبغى تشتغل، وبس يبغى فلوس جايته، تجيله مكافأة من الجامعة، يجيله حافز، أهله بيصرفوا عليه، بس ما في إنتاج في البلد بالشكل المأمول، مصانع، أشياء، إنتاج، حركة عمل بتدور. تلاقي إنه مثلا أكبر مصدر للدخل في السعودية البترول، بالنسبة لنا البترول. في أمريكا مثلا أكثر من ثلث دخلهم بيكون من الشعب، التداول، حركة الريتيلينج، حركة البيع والشراء، حركة البزنس، اللي هو هذا شغلهم وهذا عملهم، هذا اللي بيؤدي إلى دخلهم الكبير. دخلهم جاي من البزنس أكثر من الثلث. أديكم حاجة طريفة كده، كنا قاعد أتكلم مع بعض رجال الأعمال قبل يعني تقريبا في الأسبوع الماضي هذا. بالنسبة لماليزيا كان عندهم التنك، وكان عندهم الربر الطبيعي، المطاط اللي سوى منه الكفرات. تقدم التكنولوجيا الناس ما عاد صارت بتستخدم تنك، صارت بتستخدم بلاستيك واشياء حافظه وزي كذا. التنك هذا ايام سيدي وسيدك وستي وستك. والربر الطبيعي بداوا الان يستخدموا الربر الصناعي اللي بدا يدعم باشياء يكون فيها معدن، يكون فيها اشياء، صار اقوى واكثر جوده. فاتكوم عندهم التنك واتكوم عندهم الربر، يشحتوا. ركزوا في استراتيجيتهم. مهاتير محمد بيقول على التعليم، اكثر من 25% من ميزانيتهم راحت للتعليم في خلال اقل من 20 سنة. 25 سنة صادرات التكنولوجيا اللي بتطلع من ماليزيا توازي بشكل كبير. مثلا انه احنا عندنا البترول، احنا قاعدين بنبيع مثلا بترول، هم بيبيعوا تكنولوجيا، اجهزة الكترونية. وابشركم أكثر من 80% من هذه الصادرات لماليزيا بأيدي عاملة نسائية. ليه؟ أقول لكم شباب،
احنا يدنا زي المرزبة، عارف الالكترونيات يبغى لها واحد يده صغيرة وناعمة وكده، والالكترونيات دقيقة، فاحنا ما ننفع لها. مين اللي بينفع بيها؟ النساء يدهم صغيرة ناعمة يقدروا يسووا الاشياء هذه. الالكترونيات كلها اللي وصلت الى نسبة صادرات توازي مثلا تصديرنا للبترول باعتماد على جانب احنا كمان معطل عندنا اللي هو جانب النساء، ونقول لك لا لا يسووا شيء ويقعدوا وكذا، فعلوا الجانب المعطل عندنا، صار عندهم صادرات توازي مثلا البترول اللي عندنا من خلال العمل. اذا ما نقول انه هنا في تضخم، ليه؟ لانه في شغل، في عمل، في انجاز. اما مو هي نفس السيارة ونقعد نزايد عليها ونسوي زي شغل الحراج وترتفع اسعار العقار وترتفع. يا شباب اشتغلوا، يا شباب اعملوا، لازم يكون في حركة في البلد، لازم مصانع تشتغل، لازم مثلا محلات تفتح، لازم شركات تؤسس. سيبك الشركات الكبيرة، سابق وارامكو والاتصالات والكهرباء وكذا، هذه لا تمثل شيء امام المشاريع الصغيره اللي احنا بنقول ونشجع الشباب عليها. جزء كبير من حركه اقتصاد اي بلد بيكون يعني مبني على المؤسسات الناشئه والمؤسسات الصغيره. فاتمنى تحط الموضوع هذا في بالك، ايش مسارك، ايش نقطه قوتك هنا. خلينا نروح نشوف الشريحه، بنختم احنا البرزنتيشن تبعنا، تقريبا باقي لنا يعني تقريبا 5 دقائق. المستثمر التاجر، المدير القائد، الفنان التقني، لكل واحد منهم صفات. المستثمر هو الحالم، صاحب الرؤية، صاحب النظرة المستقبلية، المخترع، هو الطاقة التي تقف وراء كل عمل. تجينا مثلا مثلا في مكاتب الاستشارات، وبعض الناس زملائي اللي بيقدموا استشارات ويقولوا جاتنا دراسة جدوى معمولة على الورق من أكبر شركات دراسات الجدوى المالية، الشركات اللي أسمعها الوحدة يكفي. الدراسة على الورق تقول إن المشروع هذا ناجح بنسبة كبيرة، بس دراسة على الورق. طب مين اللي هيحول الورق هذا الى واقع فعلا؟ حندور على ناس حيسووا الموضوع. يقول لك يحط الدراسات في الدرج خليها. قارن هذا بسيناريو اخر، يجيك شاب عنده طاقة، عنده فكر، عنده رؤية، عنده حماسة، بطل للمشروع، ويقول انا ابغى احول الفكرة هذه الواقع، ومستعد انه يضحي عشانها ويبذل الغالي والنفيس، ويكون عامل دراسة بدأ الدراسة فيها تخبيص. يقولوا هذا نجيبه ونظبط له الدراسة تبعه. ليه؟ لأنه هو الطاقة اللي حتوقف وراء المشروع. He is the hero of the project، بطل هذا المشروع. هو لما حتكون فيه عقبات وتحديات حيحاول انه هو يواجهها ويتغلب عليها. اما دراسة متكتكة مزبطة على الورق ولكن ما في احد مقتنع ومؤمن فيها، ما حتتحول ولن تعدو الورق. شفت المقارنة؟ فالمستثمر هنا صاحب الرؤية، صاحب الفكر. أما المدير هو الشخص العمل، المخطط، المنظم، الشخص الذي يحول الرؤية إلى عمل. المهندس هو اللي رسم الخريطة، المقاول حيبدأ يجيب الخريطة هذه ويبدأ يحولها إلى أرض الواقع، والعمال هم اللي حيبنوا، اللي هو الجانب التقني الفني، الفاعل، المنتج، الخبير. يقول لك الصنايعية، ما تسمع المصري يقول لك الصنايعية، اللي هو الخبير في هذا المجال، فيبدأ يجيب صنايعية من هنا وصنايعية من هنا وخبرة من هنا لتحقيق هذه الفكرة. شفتوا التكامل بين الأدوار الثلاثة، مسارات ثلاثة. لازم تعرف أنت مسارك. وأنا بقول كلامي هذا، شوف قلبك حيميل لمين، قلبك حيدق مع مين. ايوه انا هنا، ولا انا نفسي اكون هنا، ولا يا سلام لو اكون هنا واغلب يوم عملي يكون هنا. حتلاقي انه مثلا فيما يتعلق بالحافز، حافز المستثمر رغبته في التوسع، الدافع لمعرفة المزيد، to expand to grow، انه يكون عنده شركات، انه هو يتوسع يفتح فروع، هذا بيكون طاقة محركة بالنسبة له، وتوسيع باكبر قدر ممكن يوصل له، اكبر عدد من مثلا الفروع من الطاقة العاملة، تلاقي هذا هاجس بالنسبة له. بالنسبة للمدير، الدافع النظام، يكون في سيستم، النتائج من خلال العمليات والأنظمة، انه يسيستم هذه الامور، انه يكون في نظام ويكون في ادارة. لاعب الكورة بيصير احرف لاعب ممكن، احسن لاعب في العالم. فرق لما تكون مثلا تلعب في دوري الحواري، غير لما تلعب دوري الدرجة الاولى، غير مثلا الممتازة، غير لما تروح مثلا المنتخب، غير لما تروح كاس العالم. شايف كيف في فرق مرة كثير؟ فهنا الفني يبغى يوصل انه في كاس العالم في مجاله هو. تلاقي انه مثلا التركيز، تركيز المستثمر التاجر بشكل كبير على الجانب المستقبلي، على المستقبل وصنع رؤية الشركة، فدائما بيفكر للي قدام. المدير التركيز على الحاضر وتحقيق النتائج من خلال الآخرين،
فجيب لي مجموعة فنيين ناس بتشتغل، أنا أوصلك للرؤية اللي أنت تبغاها يا مستثمر يا صاحب المشروع من خلال هذول الأشخاص. أما الفني التركيز على الحاضر ولكن على العمل نفسه، على أداء العمل وأداء الحرفة نفسها، على أنه فعلا ينجز النتيجة النهائية بيده. وآخر حاجة عملية التفكير، تلاقي دائما المستثمر اي والله هذه الفكرة يجي من وراها، اي والله هذه الفكرة لو عملتها المشروع ده حيضرب، اي والله الفكرة هذه حتعمل ثورة في المجال اللي احنا فيه، هذا اللي يحرك الدماء في عروقه. اما المدير دائما بيفكر يا سلام لو احنا نتكاتف نشتغل مع بعض فريق واحد يد واحدة نكون متعاونين، كل هاجسه كيف يحصل على افضل نتائج ممكنة من الفريق اللي موجود عنده، من الناس اللي موجودين عنده، بده يعظم الموارد اللي موجودة عنده، يفعل الاشخاص اكثر واكثر. اما بالنسبة للمستثمر بالنسبة له انه هذا الجانب الفني يتحول الى علم بالنسبة له، الى تمكن، الى خبرة قوية عميقة، فنان في هذا الموضوع، مش مجرد انه والله بيضيع فيه او بيتخبط، لا فعلا محترف ويعرف كل خبايا هذا المجال. قلبك مع مين؟ قلبك مال لمين؟ لأي مسار من هذه المسارات؟ فاسأل نفسك وقول اروح لمين؟ اروح لأي مسار من هذه المسارات الثلاثة؟ مسار المستثمر التاجر، ام مسار المدير الفن المدير القائد، ام مسار الفنان التقني؟ فالفنان التقني خلاص بنختم، احنا صنع المنتج الخدمة باستخدام مهارة لا يملكها الاخرون، مثال فنان كاتب مبرمج كمبيوتر سمي ما تسمي. المدير القائد شخص يعرف فعلا كيف يقود الناس ويؤثر عليهم بانجاز الاشياء. المستثمر الشخص الذي يستطيع تحمل المخاطر ويصنع الرؤية ويجذب الموهبة والإدارة لنجاح هذا المشروع، هذا الشخص اللي فعلا يكون هو يضرب على صدره. فأي من هذه الهدايا الثلاث فعلا عندك الإحساس أنك أنت متمكن فيها؟ وإيش هو العمل أو العملين اللي ممكن تعملها من الآن من اليوم؟ بلاش بس نسمع محاضرات ونقعد يعني قاعد يتكلم طيب وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي، إيش في شغلة تقدر تعملها من اليوم من الآن عشان تبدأ تصحح مسارك وتروح للمسار الصح اللي فعلا حاسس انه ربنا خلقك لهذا المسار؟ ايش الاكشن اللي ممكن تعمله من اليوم؟ ممكن اتصال، ممكن ايميل، ممكن مقابلة، ممكن مثلا شخص حتقابله، حاجة حتعملها، قرار حتسويه الان عشان فعلا تثبت انك انت قول وفعل، وحتبدأ تصحح المسار. وكيف حتكمل نفسك؟ كيف حتوجد الناس اللي حيكملوا هذه الجوانب الاخرى اللي عندك؟ قرار يحتاج شجاعة، قرار يحتاج تفكير. أتمنى كل واحد منكم إن شاء الله أنه يفكر في هذا الموضوع ويقول يا ترى إيش الخطوات العملية اللي هو بيعملها، وأنبسط جدا لما أسمع آثار أو نتيجة هذا الموضوع بعد فترة. أنبسط جدا لما نقول كلام زي كده، في ناس تطلع وكأنك ما قلت شيء، وبتمر علي دائما على فكرة، وفي ناس في نفس المحاضرة في نفس المكان سمع نفس الكلام ويطلع يغير حياته 180 درجة. فانبسط لو تواصلتوا معنا إن شاء الله، سواء على صفحتنا على الفيسبوك، سواء على الإيميلات تبعنا، سواء على تويتر، سواء شفناكم في دورات قادمة، مثلا الموقع تبعنا rashad.com.sa، فممكن أنه أنت مثلا تدخل معنا على الموقع تسجل. نتمنى نشوفكم إن شاء الله في دوراتنا وبرامجنا القادمة. إحنا عندنا بوث هنا وركن أيضا موجود في المعرض، بوث رقم كم يا أبو عيادة؟ 86. اللي حابب يعرف عن دوراتنا القادمة، جدول دوراتنا في هذه السنة، حابب يستفسر كيف ممكن ندخل في الكلام هذا ولكن بورش عمل عملية، أنا هنا ما أقدر أحط الكلام كله في خلال ساعة، لأن ما بدي أحملها أكثر ما تحتمل. فاللي يبغى يأخذ الكلام ده في ورش عملية وتدريبات وتمارين وكذا ويبدأ يطبقه في دورات مكثفة عدة ساعات عدة أيام، أنبسط جدا إن شاء الله إذا شفتكم وأشوف النجاحات، لأنه هذه الشهادة الفعلية اللي تمشي على الأرض. ويمكن يعني أخونا طراد كان بيبالغ شوية ويقول نقطة تحول في حياته لما انحضر أطلق قواك معايا، ولكن فعلا فخر وشيء أنا أعتز فيه إنه ممكن تكون قلت كلمة أثرت في حياة أحد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسأل سبحانه وتعالى إنه يكون فعلا نترك الأثر وتكون هذه المحاضرة تترك الأثر في قلوبكم. وأترك الميكروفون لإطراد جاهز هنا ممكن نحييك تحية كبيرة. إيش الخطوة الأولى؟ عرفت إنه لازم أبدأ مع مين؟ أبغى أعرف أنا مين بشكل أدق تفصيلي. ايش الخطوة الاولى؟ 10% تقريبا او اقل من الناس اللي يحضروا محاضرات يخرجوا ويطبقوا اللي تعلموه. كيف يكون عندي خطوة اهم
انه لما اخرج يكون عندي آلية تنفيذ، ايش اول خطوة اعملها؟ اول حاجة انا يعني الجزئية ما بدنا نقعد يعني نبرح لبعض ونفرش لبعض وكذا، ولكن اول خطوة هو عملها الصراحة مع الذات، انه واحد يطلع قدام الناس في مؤتمر والتلفزيون بيصور ويقول انا اسست مشروع وفشلت، واسست ثاني وفشلت، واسست ثالث وفشلت، فما بيكابر. وفي بعض الناس عنده العنجهية وما بده يعترف، فاعترف يعني لا يكون عندك المكابرة. فتحية لتراد على صراحته صراحة انه قاعد انا فشلت، ولكن هذه مش كم مرة حتطيح ولكن كم مرة حتقوم. انا اقول اخوي تراد انه نقاط قوتك، كل هذه مسارات، مسار الفني، مسار الاداري، والمسار فكان باينة بعض النجاحات من انت صغير. طبعا ما رحت معهد القاهرة ولا شيء طلعت، ولكن مين فيكم يحس انه في علاقة بين الكلام اللي كان وقته وبين الان؟ ففي successes، success الاي اللي هي ايش؟ instinct، الغريزة. في بعض الاشياء اخوي ترى تلاقي نفسك غريزيا منسحب نحوها زي المغناطيس. يعني مثلا تخش في المكتبة بين كل اقسام الكتب تلاقي نفسك انسحبت لهذا القسم المتعلق بهذا المجال، كتب إدارية، كتب في الاستثمار، ولا كتب في مثلا المجال الفني تبعي. الغريزة تخليك لما تفتح مجلات تقلب على الصفحات المرتبطة بهذا القسم في الجرائد، تخش على الانترنت أول ما بتعمل سيرش بتعمل أشياء لها علاقة بهذا الموضوع غريزيا، تقلب صفحة مثلا تلفزيون القنوات، القناة المرتبطة بهذا المجال توقفك. فالغريزة الجي growth، النمو اللي بينمو بسرعة في هذا المجال أعرف أنه هذا من نقاط قوته وهذا مساره. مثال، بندرب عندي دورة التعلم الخارق وبنعطي فيها أشياء في التعلم السريع وفي القراءة السريعة. في يقول لك ناس بفطرتهم هم ناس سريعي القراءة، وفي ناس بفطرتهم بطيئي القراءة بالفطرة كذا. عملوا لهم اختبار قبل الدورة ووجدوا أنه الناس اللي بطيئين في القراءة سرعة قراءتهم 80 كلمة في الدقيقة، والناس اللي سريعين كانت سرعتهم تقريبا 300 كلمة في الدقيقة. أعطوهم دورة في القراءة السريعة وجوهم بعد 3 أسابيع وقاسوا، تتوقعوا نسبة التقدم قديش؟ خمن رقم. إذا كان نسبة التطور اللي حققوها اللي كانوا في 80 وصلوا إلى 150 كلمة في الدقيقة، يعني قديش عملوا تقريبا زيادة almost double. اللي أصحاب القراءة السريعة بالفطرة وصلوا إلى 1800 كلمة في الدقيقة، زادوا أكثر من 12 ضعف، لأنه هو بيشتغل على نقطة قوته فيحقق أكبر قفزات وفي نمو في هذا المجال. ما يقول لك مهما تعلم في المتبلم يصبح ناسي، لكن إذا كان هو من الناس اللي هذا مساره حتعلمه حيثمر معه. فإذا نجاحات سابقة، غريزة، نمو، تعلمه يلقط الموضوع بسرعة ويتطور فيه بسرعة. آخر حاجة وترى مرة مهمة، الان اختصار للميد، احتياج. بعد ما أنهي الموضوع ده أحس إنه كم الحاجة فيه، أشبع نقص وفراغ داخلي عندي ما يشبع بأي وسيلة أخرى إلا بالموضوع هذا. ترى ما عشان الفلوس، في بعض الناس يترك وظيفة براتب عالي ويروح لوظيفة براتب أقل
لانه هو بيمارس ما يحب، لانه بيشعر بالاشباع الداخلي. فبعض الناس يقولوا احب انت سبت الوظيفه اللي بفلوس اعلى عشان تروح الموضوع هذا، يقول لهم انا بالنسبه لي باشعر باشباع داخلي. اقول لك اخوي طراد، انت تعرف دوراتي مثلا لما تكون 7-8-9-10 ساعات، نطلع مثلا في ماليزيا نكون لمده 6 ايام ورا بعض كل يوم 12-13 ساعه، جسمانيا منهك، المفروض اني ادور على السرير وانام، ولكن لاني بامارس ما احب واشعر انه انا بعمل حاجه بتشبه احتياج داخلي، باشعر انه انا باشحن البطاريه. بعد ما انتهي تلاقيني وين كنت متعب جسمانيا ولكن مشتعل مشحون الطاقه نفسيا عقليا، فتشعر بانه بيملا فراغ في داخلك وبيشحن لك البطاريه. بعد ما تخلص ما تحس انك تعبان. في محاضره ثانيه اطراد في مكان ثاني نطلع نقدم، عارف يكون يجيك هذا الاحساس. اما بعض الناس يا الله خلصت المحاضره يلا بدي اروح، اود المغرب اروح، بدي اتعب بدي اروح انام. المجال اللي يشحن لك البطاريه، علاماته نجاحات سابقه، الناس قالوا لك انك انجزت، غريزه انستينكت جروث تتطور فيه بسرعه بيشبه احتياج، كده تعرف انه والله انه هذا مساري انا ولا مو مساري. اتمنى انه شو تكون الاجابه. سؤال اخير، هل في اختبار يوضح لي هذه القدرات؟ اللي يبغى يعرف مساله تفصيل التفصيل، في شركات بتعمل اختبارات. كويس انه اثر الموضوع هذا اخوي طراد. بالجانب القلبي والجانب الفطري حلو تختار على مزاجك. انا اتذكر انه انا عملت اختبارات لتحليل السمات الشخصيه لما كنت في الجامعه، كنت بدرس كمبيوتر ساينس شهادتي انا على فكره اللي ما يعرف، انا كمبيوتر ساينس مبرمج، ودرسنا كل ما يتعلق بعلوم الحاسب الآلي. الاختبار عملته في سنة أولى جامعة، نتيجة الاختبار تقول يعني التركيز الأهم للوظيفة هذه بعد التحليل وبعد الأمور وصفحات وكذا، بيقول لك an integrative leader who works with and through people، قائد تكامل يعمل معه من خلال الناس. أفضل وظيفة بالنسبة له قيادة الناس، تحفيزهم نحو العمل، بيع الأفكار، بيع المنتجات اللي أنا بعمله الآن. فحسيت أنه ما لي أي علاقة بمجال الكمبيوتر، وأحس أنه كنت حرتكب أكبر غلطة في حياتي وأظلم نفسي، انه انا اتخيل لرشاد اللي اتعود مع الناس ومع الجمهور قاعد في غرفة لوحدي مع الكمبيوتر، احس انه عرق ممكن يطق عندي، حاجة فيوز ممكن تضرب، ما اقدر عارف. فقررت انه نعمل لنفسي مسار موازي، حضرت عدد كبير من الدورات التدريبية في المجال اللي انا فيه الان. الاختبار هذا يعني يمكن في وقتها تسلفت الفلوس عشان انه انا اعمله، وفي وقتها كان غالي، تكلم هذا الكلام في نهاية التسعينات، وقاعد اجمع من هنا ومن هنا عشان ابغى اعرف، عشان بكتشف شخصيتي. كنت حاسس بيها بس كأني كنت مستني الكمبيوتر ولا الشركة تقول لي ترى انت كده، ترى، خصوصا انه على فكرة ما هتسمع الكلام ده من ابوك وامك والناس المحيطين فيك، هذا كلام ناس متخصصين. فسؤالك، في اختبارات؟ موجودة اختبارات، العلم وصل الى درجة انه ممكن يكون في اختبارات تحلل شخصيتك بالضبط، تطلع المسار المهني المناسب بالنسبة لك. بيستخدموها في شركات التوظيف، انا بعمل مع شركات مثلا كبيرة، الشركات هذه اذا كانت بتسمي سابق ارامكو مثلا، اتصالات مثلا، خطوط السعودية وتأبر، ما يوظفوا ناس مايكروسوفت اي بي ام مرسيدس الا بيتأكد انه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فيعملوا تحليلين، تحليل لشخصية المتقدم يقول لك خلي السي في على جنب. عارف ليه يقول خلي السي في على جنب؟ 95% من التعيين على السي في، 95% من الفصل على الشخصية. طبعا عارف السي في تبعه وعينته، بس انا ما بفصله بعد كده عشان السي في تبعه، بفصله عشان شخصيته، ما هو متوائم مع بيئة العمل، شخصيته لا تتناسب. فيقول لك تكلفته ان انا اجيبه وان انا اعلمه، وانا اشبه التشبيه هذا زي مع فارق التشبيه، لما تيجي تجيب سواق فيلم عشان تجيب التأشيرة، وفيلم عشان تجيبه من بلده، وفيلم عشان تعلمه السواقة بعد ما يصدم لك هي السيارة، وفيلم عشان تدربه مثلا انه هو ياخذ مثلا الرخصة، وفيلم عشان يتعلم اللغة وتتكلم معاه وبعد ما يكون خرب لك لغتك انت كمان، وفيلم ثاني كمان عشان يعرف الشوارع والاتجاهات، وهذا بيت مثلا عمه وهذا بيت كذا، بعد هذا الكلام كله يفقع. ارحم امك اجلس وازيدك بس لا تفقع، عارف؟ نفس الحكايه بتكون عند اصحاب المشاريع. فالشركات تعرف انه انا تكلفه انه الموظفين يدوروا عندي التيرن اوفر يكون عالي ماليا مكلفه جدا، فيقول لك انا اوظفه صح من البدايه، فصاروا يشرطوا يقول لك السي في ده خليه على جنب، ابغى اشوف دوراته، ابغى اشوف شهاداته، مؤهلاته، مؤشرات يبين انه اشتغل على نفسه، وابغى احلل له شخصيته، ابغى اعرف بالضبط هل هو يناسب لهذا المكان. فيعملوا تحليل للاشخاص ويروحوا على القسم، يشوفوا 5-6-7 من افضل من في هذا القسم، ياخذوهم كعينه ويعملوا تحليل للوظيفه، يسموه الهيومن جوب اناليسز،
ويطلعوا رسم بياني وشكل لهذه الوظيفة. المفروض اللي يكون متقن لهذه الوظيفة خصائص الشخصية تكون زي كذا. فيجوا يعملوا ماتشنج أو مقارنة، هل هذا اللي متقدم رسمه البياني يتقارب بشكل كبير مع الوظيفة ولا ما ينفع؟ شخصيته مثلا ما تستحمل العمل تحت الضغط، أو شخصيته ما تستحمل العمل أمام الجمهور، أو مثلا شخصيته ما تقدر تدقق في عمل بشكل تفصيلي لفترة طويلة، فيقول لك لا أورط شخص زي كده وأمسكه الحسابات حيودينا في داهية، أو واحد خلقه ضيق وأحطه أمام الجمهور ما ينفع. لازم يكون الموضوع، ففي اختبارات لهذا الموضوع موجودة، اللي حابب عن استفسارات عنها أيضا موجودة عندنا في البوث، الشباب أيضا ممكن يعطيكم تفصيلات عنها. بنعمل الاختبارات هذه، في شركات بتعملها نظرا لأنه أنا بأشجع على هذا الموضوع بشكل كبير. الناس بتجي تسأل طب نبغى نعمل الاختبار هذا، طب فين الاختبار هذا؟ فبندلهم على الشركات اللي بتنفذ هذا الموضوع. توفر على نفسك وقت وجهد وطاقة كثيرة أنك أنت تعرف شخصيتك. من الساعة 8 إلى الساعة 9 حيكون معنا 3 شخصيات لشباب أعمال، نتعرف كيف عرفوا غريزتهم وأشبعوا طاقاتهم وأشبعوا الحاجة اللي بداخلهم. حنتعرف عليهم ونطبق كل كلمة عرفناها في هذه المحاضرة وفي هذه الدورة على الناس اللي حنشوفهم ونتعلم منهم. الآن أول خطوة من خطوات النجاح لازم تعرفها، أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. صلاتك الآن وقت أذان المغرب، بس قبل ما نقوم للصلاة أتمنى كلنا نقوم تحية لمن علمنا، تحية للدكتور رشاد فقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ صورة جماعية، إيش رأيك؟ طبعاً استفدت من دورات الدكتور رشاد فقيه. طبعا انا كنت احمل شهادة الثاني متوسط، واستمعت للدكتور عن طريق الانترنت، وبعد كذا دخلت على الموقع حق الدكتور وحضرت له عدة دورات، والحمد لله رب العالمين استفدت منها مما جعلني اتقدم في التعليم، وهذا بفضل من الله ثم في فضل الدكتور رشاد. استفدت من أستاذ رشاد أن أنا حضرت له قبل 6 سنين وكنت يعني لسه إنسانة عادية، وقررت بعد ما حضرت له أن أنا يكون لي بصمة في المجتمع، والآن الحمد لله يعني اسمي صار معروف في كل مكان. نسرين الشامي مؤلفة ومدربة كتاب في لياقة الأداء الوظيفي، بدرب مشاريع، بدرب جامعات داخل وخارج المملكة، فكان لي تأثير أن أخذت قرار أنه لازم يكون لي شيء في المجتمع وأكون مشهورة صراحة. رشاد تعرفت عليه طبعا ظهر في المملكة العربية السعودية خلال زياراته لمصر، انا بكون موجود معاه، فالسيشنز والنصائح والدعم اللي باخده منه ما كان في على ثيتر كبير وفي ألوف الناس المؤلفة، لا كنت انا لوحدي معاه، فالاشياء اللي كنت باخدها الحمد لله الحمد لله من الناس اللي استفدت منها. في ناس تبدا تقول لك انه والله علم الـ NLP كلام فاضي، صراحة أنا ماني معاكم. رشاد فقيه إنسان تعب، طلع لين هاواي، طلع لدورة، أنا هالكده دحين بصب، أنا بتكلم في الحقيقة، سافر لهاواي تمام، ما كان يعرف اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الإنجليزية عشان ياخد دورة على يد خبير من الخبراء في أمريكا، وعشان يرجع هنا وينقل العلم للمملكة العربية السعودية. أنا من الناس اللي تأثرت، أنا مع رشاد قلبا وقالبا، الله يوفقه للأمام، go ahead. وإذا كانت فيه دورة ودخلت أنا له وموجودة مرة ثانية حدخلها ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، مليون إن شاء الله. رشاد go ahead keep going، إحنا وراء